من ضمن وسائل الاستمتاع بالنعم إدراكك إن اللي في إيدك ده نعمة، ومن ضمن وسائل الانتفاع بروحانيات العبادة معرفة إن اللي أنت بتعمله ومواظب عليه ده ظناً منك إنه أحد أنشطة الحياة ده عبادة وممتلئة بالأنوار. وده كان دور الأنبياء، يلاقوا أفعال صالحة الناس متعودة عليها يقولوا لهم كملوا، دي عبادة ومليانة نور وروحانيات وأجر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أفعال إنسانية وذكر ثوابها وإنها نافعة في الدنيا ومنجية في الآخرة، الناس الطيبة كانوا متعودين عليها حتى لو قبل الإسلام. فأثنى على الست اللي ساءت الكلب وقال إن ربنا هيغفر لها الكبائر اللي في حياتها، وأثنى على الراجل اللي ماشي لقى غصن فيه شوك حطه على جنب قال ده ربنا هيدخله الجنة. وده معنى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الحاجة الكويسة أثني عليها وأقول ربنا بيحب ده، والحاجة اللي أنتم مش متعلمينها أعلمها لكم. وده تمام دور الأنبياء. ومن أكتر العبادات اللي بيحلم بيها المسلمين وصعب عليهم هي قيام الليل. بسبب اختلاف ظروف العمل والظروف الاجتماعية بقى صعب على ناس كتير تتقرب إلى الله بالصلاة بعد العشاء. هو يدوبك بيصلي العشاء ولو همته عالية أو يصلي الشفع والوتر وحياته واخده. والمفاجأة إن أغلب المسلمين بيقيموا الليل وهم مش واخدين بالهم، وبيكتب لهم الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن قيام الليل عند العلماء هو إحياء الليل بتنفيذ مراد الله. فأنا محتاج أعرف هو أنا بعد العشاء بعمل مراد الله ولا لأ، بحيث لو كنت بعمل مراد الله يبقى أنا مش نايم بأحيي الليل أهو، يبقى أنا في عبادة في قيام لليل. عشان كده الحسن البصري كان يقول ما أعلم أشد من مكابدة الليل، يعني من أشد وأعظم العبادات ثواباً عند ربنا إنك أنت تعمل حاجة في تنفيذ مراد الله بالليل وقت النوم والراحة. يكونش أنت فعلاً بتكابد الليل في سبيل الله وأنت في عبادة وأنت مش واخد بالك؟ أنا بقولك كده ليه؟ عشان تستشعر معية ربنا ولا تشعر بالبعد وأنت في حضرة الله وتستقبل المعاني والأنوار فأنت في صلاة، لأن الصلاة صلة، وأي تنفيذ لمراد الله بعد العشاء هو صلة بالله سبحانه وتعالى. كم مليون مؤمن عنده شغل بعد العشاء، أنت الآن في قيام لليل بعد العشاء لأنك بتحيي الليل بعمارة الأرض والسعي على الكسب الحلال. أنا مش كده بشجعك بمعلومة دينية غلط عشان أسهل عليك الدين، أنا كده بقى بغشك، أنا بنقلك فهم العلماء لكلام الله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمل بعد ما أمر الناس بقيام الليل وبعدين عذرهم قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ده الشغل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، كأنه بيقول أنتم في قيام فاقروا من القرآن اللي تقدروا عليه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. بس المهم يكون الكسب اللي بعد العشاء اللي بتشتغله والتعب ده يكون من حلال، وإلا كان لو فلوس حرام كان سهرا في معصية. حتى أن سيدنا أنس بيقول من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. اللي بات ينام تعبان من شغله بعد العشاء بات مغفورا له، كأنك كنت بتصلي. طيب واحدة بتربى عيالها، العيال رجعت من المدرسة الساعة 3، اتغدوا بدأ الواجب الساعة 5، وبعدين عندهم تمارين عشان تحفظ صحتهم ونفوسهم من الانحراف، وانت معاهم، مين ليهم غيرك؟ انت في اشرف مراتب قيام الليل، دخل دلوقتي الوقت على العشاء وانت لسه معاهم وقاعده جنبهم وانت مش شايفه قدامك وانت بتنيميهم. ما تشتكيش انك مش عارفه تقيم الليل، انت سابقه لعباد كتير، فصلاتهم بالليل نافله وتربيتك لاولادك فريضه، والجنه تحت اقدامك بسبب هذه الليالي. لما واحد يروح مشوار مع امه ولا مع مراته ولا عياله والدنيا زحمه بالليل للدكتور ومواصلات وكشف وانتظار، الله ينظر لك في شريف العباده اللي انت بتعملها. بس ما تنساش تبقى تصلي العشاء علشان تبقى عملت الفرض اللي عليك، والباقي ده كله قيام ليل لانك بتعمل حاجه من دورك اللي ربنا اقامك فيه. ده انت لو رايح للدكتور بعد العشاء عشان نفسك انت بتحافظ على صحتك، وحفظ النفس احد مقاصد الشريعه الكبرى الخمسه. وسيدنا عبد الله بن عباس بيقول لي أن يمشي أحدكم في قضاء حاجة أخيه وأشار بإصبعه أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. الشباب اللي بيذاكر بالليل بعد العشاء، أنت بتطلب العلم سواء كان علم شرعي أو علم حياتي، طب ولا هندسة ولا تجارة، العلوم الشرعية والعلوم الحياتية اللي بتبني الحضارة دي علوم الدين. أنت زي ما النبي كان بيعمل وقل ربي زدني علما.
الشافعي بيقول لك اللي بتذاكر طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، عشان كده اطمن أنت في قيام. واللي نفسه هو مشغول يصلي بالليل وياخذ ثواب الصلاة، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال من عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، من أول آمن الرسول لغاية آخر سورة البقرة، كفتاه. اللي يقراهم بالليل كفتاه. الإمام النووي بيقول كأنه قال تكفيه قيام الليل. أنا بقول الكلام ده للناس اللي مشغول، الناس اللي بتصلي ربنا يتقبل، كلنا بندور على الثواب اللي بتعملوه. أما المشغول، لو كنت بتعمل حاجة نافعة فأنت في قيام، اطمن. اللهم أذن لنا في العبادة، وارزقنا قلوبا تحن إلى الوقفة بين يديك، ويسر علينا يا رب كل عسير، وبارك في أوقاتنا واجعلها في سبيلك.